السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كان في فترة حضرتك كده، أنا هقولها لحضرتك دلوقتي، كانت جالك في الـ في الـ في, الـ في الرسائل يعني. اتفضل. هل تجوز هذه الشراكة، اثنان شركاء في مشروع، قال أحدهما للآخر المكسب منصفة والخسارة أنا أتحملها، هل تجوز هذه الشراكة؟ فقلت لك ان راضيه الشخص على نفسه هذا الكلام لن نجد مانعا كده. قلت كده يعني حبيب. يعني اذا واحد قال للاخر، لا انا الكلام كده متداخل شويه. لا هي الفتوى انا كتبتها. ايوه بس متداخل شويه، ما هو ممكن انت كتبت الفتوى على اثر يعني سؤال معين، لكن بقول في الأصل إذا اشترط صاحب المال أنني لا أخسر، كلام باطل ولا يجوز. لكن إن تفضل المستثمر وقال يا أخي الأمر قريب فيما بيننا وإن شاء الله إحنا بنكسب، وإذا حصل خسارة إن شاء الله نتحملها دون اشتراط من صاحب المال، فمثل هذا قد تكون له وجهة شرعية. نعم. الله يكرمك.